بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة ان شاء الله الميديول رقم 6 بنتكلم عن الـ Implementing Dynamic Host Configuration Protocol او الـ DHCP. سألنا سؤال بنقول فيه احنا عندنا كام طريقة ممكن الاجهزة تاخد بيها ايباد. فانا بقول لحضرتك اول طريقة عندنا ان هي تاخد الايبهات مانيوال، تمام كده. تاني طريقة عن طريق الدي اتش سي بي. تالت طريقة عن طريق حاجة اسمها الالترا الالترانات. الطريقة الرابعة عندي عن طريق حاجة اسمها الأبيبة. والأبيبة دي باختصار لحاجة اسمها Automatic Private IP Address، تمام كده. دول بالترتيب. يعني دلوقتي اي جهاز بيحاول ان هو ياخد ايباد، اول حاجة ممكن لو هو واخد ايباد مانيوال خلاص هو كده بيعمل اتصال من خلال مانيوال. المانيوال بتاع الايباد حضرتك المفروض بيكون كالاتي. بس واحدة بس كده، لان هو كده نفتح النتورك شيرينج سنتر. هروح بس اوريك حاجة عشان تقدر تستوعب من اللي انا بقوله لك. وليكن ده كارت شبكة، هو طبعا ده كارت فيرشوال خاص بالفيم وير، بس انا بوريك اي كارت شبكة انت بتفتحه بتلاقي على الاعدادات دي، صح؟ فانت هتيجي هنا على اي بي فيرجن 4، تمام. المفروض انت اول ما بتفتح هو بيبقى يوبتين ان اي بي ادرس اوتوماتيكلي، مظبوط. انت بقى لما بتحب تدي الاجهزة ايباد مانيوال بتقول يوز ذا فولوينج اي بي ادرس، وتبتدي تدخل له 192 ايا كان بلا بلا، او ان انت تقول له 10 وهكذا، تمام كده. وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان اي جهاز لما بتدي له اي بي ادرس لو انت ما اديتلوش سب نت ماسك هو بيديك الديفولت سب نت ماسك ايه بشكل اوتوماتيك. فدي اول طريقه اللي هو عن طريق الطريقه المانيوال. الطريقه الثانيه واللي هو ان هو ياخد من عن طريق الدي اتش سي بي، تمام كده. دي المفروض ان انت بتقول له اوبتين ان اي بي ادرس اوتوماتيكلي. ففي الحاله دي هو بيروح ياخد من الدي اتش سي بي، واللي هو المفروض جايين نتكلم عنه النهارده، وهتعرف الموضوع ده بالتفصيل، بس استنى عليها شويه، تمام. الطريقه الثانيه حضرتك ان انت يعني ممكن ياخد ايبات عن طريق الالترا نت كونفيجريشن. وحضرتك زي ما انت شايف كده، بص حضرتك لما كنت انا عامل هنا اهو يوز ذا فولوينج اي بي ادرس، وكان بندخل الاي بيهات هنا اهو زي ما قلنا. لو انت عملت ان هو بص حضرتك ظهرت عندي تابه ما كانتش ظاهره، بص يعني انا هنا كده واقف ما فيش ايه تابه غير الجنرال، صح. مجرد ما بتنقل ان هو في تابه ثانيه بتظهر هي اسمها الايه الالترا نت كونفيجريشن. فزي ما قلت لحضرتك انت دلوقتي لو صادف ان انت هو ما لقاش الدي اتش سي بي ولا الدي اتش سي بي واقع، ففي الاعدادات الالترا نت انت بتكون محدد له كونفيجريشن معين وسب نت ماسك معين، وبيبتدي هو ايه يشتغل عليه، تمام كده. واصلا الالترا نت دي ليها استخدام هتكلم معاك باذن الله فيها النهارده في المحاضره، فما تستعجلش، بس خليك فاكر ان الموضوع ماشي بالترتيب زي اللي احنا قلناه من شويه وكتبناه ان هو في التكست فايل، ان هو يا اما ياخد اي بي بشكل مانوال تكون انت دخلتها له بايديك، او يكون لو مفيش ايبيات مانوال بيروح يسال الدي اتش سي بي، دي اتش سي بي انا عايز اي بي، لا الدي اتش سي بي خبط فيه بياخد منه الاي بي ادرس، ما لقوهوش ومفيش اي دي اتش سي بي موجود في الشبكه بيروح، او الدي اتش سي بي واقع من الشبكه اصلا مش
افيلبل، بيروح على الاعدادات اللي انا وريتها لك من شويه، الالترنيت كونفيجريشن اللي على كارت ايه الشبكه، كويس كده. والطريقه الثالثه خالص، الطريقه قصدي الاخيره خالص، هي عن طريق حاجه اسمها الابيبه. والابيبه دي رينج اي بيهات محجوز اللي هو 196.254 خلاص دوت اي حاجه، يعني من اول الرينج لغايه اخره، زي ما احنا اتعلمنا في الاي بي فيرجن 4 في المحاضرات اللي فاتت، كويس كده شباب. طيب احنا عايزين نفهم ايه الفايده من استخدام الدي اتش سي بي، تمام كده. طيب خلينا نكون متفقين مبدئيا كده ان الدي اتش سي بي، الدي اتش سي بي بيشتغل على بورت 67 وبورت 68، تمام كده. وظيفة الدي اتش سي بي، انا لو عندي عدد قليل من الاجهزة هقدر احفظ عدد ايباهات معينة اكون انا حاصرها عندي ومختارها، وابتدي اروح على جهاز جهاز اقعد عليه واديله الاي بي بتاعه وسبنت ماسك بتاعه، تمام كده. وطبيعي يعني الموضوع ده يستخدم في نطاق ضيق، يعني ما بين مثلا 10 اجهزة لغاية 50-60 جهاز مفيش مشكلة خلاص. بس ايا كان، لو انت يعني هتعمل الموضوع ده، وارد الخطأ. معنى ايه وارد الخطأ؟ وارد ان انت تحط اي بي ادرس على جهاز وتنسى وتروح تحطه على جهاز تاني، فيحصل ايه؟ يحصل كونفليكت، وده سبب ان في جهاز خد اي بي وجينا حطيناه لجهاز تاني، فبيحصل الكونفليكت ده. فالكونفليكت ده بيحصل يعني ايه الافكت بتاعه؟ انا دخلت اي بي ادرس على جهاز خلاص، هو خده وخرج وخد وطلع بيه. الجهاز التاني لو جه خد اي بي ادرس يعني مشابه لاي بي ادرس اتخده جهاز قبل كده، يروح ايه واقع، ما يقدرش ما يقدرش يكونكت على الشبكه ولا يقدر ايه يتصل. وخلينا بمناسبه موضوع الكونفليكت ده نقول حاجه على ضوء الموضوع ده، ان الموضوع ده بيبقى يعني عكس كده تماما مع الماك ادرس. لو اتكرر الماك ادرس وحصل الكونفليكت، الاتنين بيسقطوا من الشبكه، على عكس ما يحصل في موضوع ان الاي بي هات، تمام كده. في سؤال مهم جدا عايزين نعرفه وعايزين نجاوب عليه، اللي هو ايه وظيفة الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي من اسمه نقدر نستخلص وظيفته. الدي اتش سي بي هو عبارة عن دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. دايناميك يعني اوتوماتيك، دايناميك يعني اوتوماتيك خلاص، يعني بيديك حاجه بشكل اوتوماتيك. طب ايه الحاجه دي اللي هو بيديها لي بيديها لنا؟ هقول لحضرتك بس ايه اصبر عليها شويه، تمام كده. طيب هوست دي يعني اي جهاز عندي في النتورك خلاص كده، اي جهاز عندي في الشبكه ومتسطب عليه بروتوكول تي سي بي على اي بي. طيب فين البروتوكول ده؟ طبعا حضرتك احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الموضوع ده في الاي بي فيرجن 4 عن قصه البروتوكول الخاص بالتي سي بي اي بي. وهو عموما زي ما حضرتك شايف كده، لو تفتح اعدادات اي كارت شبكه وعملت رايت كليك كده، Alt Properties، بص حياك هنا أو تي سي بي على اي بي سواء فيرجن 4 او فيرجن 6 خلاص كده. طيب يبقى احنا قلنا هوست،
اي جهاز عندي في الشبكه ومتسطب عليه بروتوكول تي سي بي على اي بي. خلاص كده خلينا نكون متفقين على ضوء نموذج الـ OSI ونموذج الـ TCP على IP اللي هو مكون من 4 لير. ده بيبقى موجود فين؟ موجود على جهازي على إعدادات كارت النتورك، تمام كده؟ لو أنا بتكلم في جزئية الهوست دي أو عايزين نفهم موضوع الهوست ده، بنقول أي جهاز عندي على الشبكة ومتسطب عليه بروتوكول تي سي بي على اي بي. طيب ايه الاجهزة اللي ممكن تكون عندي على الشبكة؟ عندي مثلا سيرفر، تمام كده، عندي نتورك برينتر، عندي مكنة تصوير، عندي موبايل. خلاص كده كل دول ممكن يكون متسطب عليهم بروتوكول التي سي بي على اي بي. طيب configuration معناها الاوبشن اللي موجود جوه بروتوكول التي سي بي على اي بي، تمام كده. الكونفيجريشن دي موجودين فين؟ موجودين عندي فين؟ موجودين عندي على البروتوكول اللي اسمه تي سي بي على اي بي. طيب ايه انواع الكونفيجريشن اللي موجوده عندي؟ هقول لحضرتك اي بي، سب نت ماسك، دي ان اس، جيت واي، كل دي كونفيجريشن بيديها الدي اس اس بي، تمام كده. يبقى ايه الكونفيجريشن اللي ممكن تكون موجوده عندي اللي بيكون يعني جوه البروتوكول بتاع التي سي بي على اي بي؟ قلنا الاي بي، بص حضرتك كده معلش، بص معايا كده على اي كارت شبكه زي ما اتفقنا. تعالى هنا رايت كليك ونقول بروبرتيز، هتفتح هنا بص ادي اي بي ادريس، سب نت ماسك، ديفولت جيت واي، وانت الجيت واي طبعا ده اللي هو الاي بي اللي واخده الراوتر اللي منه اقدر اخرج ايه انترنت، دي ان اس، تمام، بتعرفه مين الجهاز اللي بيلعب دي ان اس عندك من خلال البروتوكول اللي هو بتاع التي سي بي على اي بي، تمام. وده كله بيتم عن طريق الدي اتش سي بي، وقلنا ده لو انا عامل اوبتين اوتوماتيكلي، تمام. كل ده هو الكونفيجريشن ده هو بيديها لك، تمام كده. طيب في سؤال مهم جدا بيتسال في الانترفيو، السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول لك ايه فايده الدي اتش بي الدي اتش سي بي؟ ففي ناس تقول لك انه بيوزع الاي بي. طبعا الكلام ده كلام غلط، لان الدي اتش سي بي زي ما قلت لحضرتك من شويه هو ما بيوزعش اي بي بس، الدي اتش سي بي بيوزع اي بي وبيوزع سب نت ماسك وده بيوزع جيت واي، ده بيوزع دي ان اس، بيوزع دومين نيم، بيوزع كل الكونفيجريشن دي. فانت الاجابه الصح لما تيجي تتساله ويقول لك ايه هي فائده الدي اتش سي بي، فتقول ان الاي ان الدي اتش سي بي هو المسؤول عن توزيع الاي يعني كل الكونفيجريشن الخاصه جوه الشبكه، تمام كده. طيب يبقى احنا قلنا يعني ايه دايناميك ويعني ايه هوست ويعني ايه كونفيجريشن، تمام كده. باقي عندنا اخر اختصار اللي هو البي، اختصار البي اللي هو البروتوكول. طيب يعني ايه بروتوكول؟ اتفاقيه معروف قواعدها وضوابطها وكل الدنيا في العالم ماشية عليها متوحدة. فطبيعي ان 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 انت يعني كلمة بروتوكول دي من كتر ما انت بتسمعها خلاص بقيت عارف ان قصة البروتوكول دي حاجة ليها قواعد وليها ثوابت ماشيين عليها. خلاص كده يبقى هو ده التعريف او المقدمة عن الديناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول الدي اتش سي بي.